ما بال خبرتيني انه قديش كنت معلقه ببيك، وسي نورمال يعني هيدا شيء كثير طبيعي لانه البنت اجمالا بتعلق ببيها. امك شجعتك لتفوتي لهون او كان في رفض او كان في؟ امي الاكثر وحده شجعتني، يعني كل كوزاناتي وهيك اللي عرفوا انه بدي فوت على ستار اكاديمي قالوا انه لا خليها تخلص درسها وهيك وبعدين تفكر بهيك امور، بس الماما قالت لي انه هي فرصه انه بالعمر بتجي وانه ما عليه، يعني اذا ما لحقت دراستي بقدر ارجع عيد الترمينال وارجع لحق القصص اللي قفيتهم، انه مش غلط انك تسقطي، بس مثلا ستار اكاديمي ما رح يكون في مثلا another chance انك تفوت عليه، فانه هي فرصه من العمر. وماما يعني لانه توفى البابا وصار في شيء ناقص هي عم بتعبي له هالشيء الناقص، وانا كثير يعني بقدر الشيء اللي عم تعمله، يعني هي يا الله ما بدي بحكي هي اخذت الدور تبع البابا والماما، يعني بتشتغل كثير. تشتغل امك كثير؟ ايه، وانا مثلا بصير فكر يعني اوقات بصير اطلع مثلا بالامات اللي مثلا عندهم جوزهم بيشتغل، هن مثلا بيشتروا اغراض بيروحوا حيال محل، ماما ما بتعمل، ماما بتشتغل، بصير حس انه في مسؤولية انه اشتغل كرمال ريحها لانه بتستحق حياة احلى من هيك. انا ما بدي ابكي عمك مش عيب، ولا مش عيب، انا عم ببكي شو فيها؟ ما بحب انه يعني بجرب قد ما في كون قوي، ما بدي اتاثر باقل قصص انا، بس قوتك ما بالي بتجي من هيدا الشيء، انه اذا واحد بكي مش يعني منه قوي، شو لها علاقه؟ انا طفولتي كانت مستشفيات، ومثلا ماما تحطنا عند فلان كرمال تروح لعند البابا تشوفه، يعني انا كثير اكيد يعني تاثرت لانه توفى البابا، بس بالنهايه انه ربنا يعني ما فيك تعمل شيء. مزبوط، بس الشيء اللي عن جد اثرني هو قد ايه ماما تعبت وبعدها عم تتعب لحد هلا، وكثير يعني بقدرها على هذا الشيء اللي عملته، لانه ما ارتاحت ولا نهار من وقتها ما سخن البابا ومن بعد ما سخن البابا، يعني ولا مره فكرت بحالها ولا مره فكرت تجيب شيء لها، كل الوقت تشتغل كرمالنا، وانا مثلا انه قصة المدرسة تبعي ومدرسة خيي انه نحن عنا دكان، اي فانه تشتغل فيه للدكان ليل ونهار، ومن بعد ما تخلص يعني تزبط البيت وتنظفه، انا قد ما فيي بجرب ساعدها، بس انه دايما بحس انه مش كافي، بدي انه ساعدها اكثر لانه بتستحق. فهلا كثير مبسوطة لانه انا فتت بستار اكاديمي، وانه كتر خير الله يعني ماشي الحال وهيك، فعلى امل انه اوصل لهدفي وريح. على كل حال هيك انت يعني بهالاجتهاد بالاكاديمي عم بتساعديها، لانه ديجا عم تختصري طريق اكيد، بس بيظهري من هو بدك تشتغلي، بدك ترجعي تكملي دراستك، بدك تعديني تاخذي الباك والترمينال وبدك يعني، بس بنفس الوقت عم بت تروحي يعني نقيتي طريقك وعم تشتغلي على طريق يلي انت رح تقدر تعيشي منه هو الفن. صرت انه قويت شخصيتي بالرقص، بس انه كغنى ما قدرت اشتغل عليه لانه ما في حدا كان حد يساعدني فيها الشغلة، فمشان هيك انا مثلا شخصيتي قويه لما ارقص وعندي هالكاريزما، يمكن لانه بالرقص لانك تعلمت، لانه تعلمت الرقص، بس مثلا الصوت ما اشتغلت عليه لانه ما حدا وقف حدي لما كنت محتاجه. هيدي الفرصه ايه، بعرف هالفرصه.
مشان هيك هلا لما انا ما بعرف كل هالقصه بس قلت لك انه انت باكج بس حسيت الصوت لحاله بعرف. انا لان بعرف حالي وبعرف الصوت كتير ناقص وخاصه لما جيت لهون حسيت انه الكل صوته اوف انا صوتي هيك لا وانت فوق بالراس ونحن فوق لا مش صوتك هيك بس اهميه ستار اكاديمي انه مش ضروري يكون صوتك هيك صوتك حلو يبلش وينتهي هيك يعني عندك 4 أشهر لتشتغلي على الصوت وبعدين بس تظهري الأكاديمية اكيد لازم تكملي اتليست عندك الباز والاكزرسيسات فيك تعمليهم لحالك بالبيت وصرت تعرفي